وصلنا للقسمة رقم 1. قلنا كيف نجري عملية القسمة على رقم 1 في المقسوم عليه. تكلمنا على مراحل عملية القسمة. قلنا عملية القسمة 4 مراحل: ضرب ثم طرح ثم إنزال، صح؟ تكلمنا كذلك بعض القواعد تتعلق بالقسمة. قلنا في عملية القسمة القاعدة الأولى لابد أن يكون المقسوم أكبر من المقسوم عليه. راح نقسم عدد على عدد، ذاك العدد المقسوم لازم يكون أكثر من المقسوم عليه. باش نقسم مثلا أقلام على تلاميذ لابد يكون عدد الأقلام أكثر من التلاميذ باش نقدر نقسم. قلنا هذه قاعدة في المرحلة الأولية. درنا قاعدة كذلك في الأخير، قلنا كيفاش نتأكد لما ندير عملية القسمة، كيفاش نتأكد أن عملية القسمة صحيحة. قلنا نتأكد أن عملية القسمة صحيحة، نضرب المقسوم ولا نضرب حاصل القسمة في المقسوم عليه ونزيد الباقي. طبعا إذا كان عندي باقي، حاصل القسمة في المقسوم عليه ونزيد الباقي نتحصل على المقسوم. إذا تحصلت على المقسوم معناها عملية القسمة صحيحة، إذا ما تحصلتش على المقسوم معناها عملية القسمة غير صحيحة. وقلنا عملية القسمة عندنا نوعان، عندنا قسمة تامة ما فيهاش باقي، وقسمة غير تامة اللي فيها باقي. اليوم راح نتعرفوا على عملية القسمة على رقمين أو ثلاث أرقام. لاحظوا معايا، مثلا عندنا 5,123، راح نقسم هذا العدد مثلا على 15. لاحظ 15 فيها رقمين، معناها راح نقسم عدد على عدد متكون من رقمين. لاحظ هنا المقسوم هو 5,123، المقسوم عليه هو 15، وقلنا كذلك نسميه القاسم. شفتوا ليه؟ ممكن يدير لكم في الورقة الأسئلة ولا في الكتاب ولا في كتاب خارجي تصيبوا القاسم. لما يقول لك القاسم هو المقسوم عليه، هذا فهمنا؟ نسموه المقسوم عليه ونسموه كذلك القاسم. طيب ما دام عندي المقسوم عليه رقمين، ندي من المقسوم رقمين مباشرة، فهمنا؟ ما دام هنا عندي رقمين ندي من المقسوم رقمين. إذا كان هذا الرقمين اللي ديتهم أكبر من المقسوم عليه نكمل، إذا كانوا أصغر منه نفرضوا كان عندي هنا 21 أصغر من 5، كان عندي مثلا 11 أصغر من 15 ما نقدرش، معناها نزيد الرقم الثالث ندي 3. احنا قلنا القاعدة الأولى في القسمة لابد أن يكون المقسوم أكبر من المقسوم عليه. ما دام عندي رقمين ندي رقمين، إذا كانوا أكبر منه نكمل، إذا كانوا أصغر نزيد رقم ثالث، فهمنا؟ طيب الآن راح نقسم 51 على 15، معناها راح نقسم مثلا 51 قلم على 15 تلميذ، شحال يدي كل تلميذ؟ وطبعا بالتساوي، ولا راح نحسب 51 شحال فيها من مرة 15؟ 15 و15 و15، شحال فيها من مرة 15؟ هذه عملية القسمة. 51 شحال فيها من 15؟ 15 و15 شحال من مرة؟ هذه عملية القسمة. ولا راح نحوس ولا نبحث على الرقم اللي نضربه في 15 يعطيني 51 أو يعطيني عدد قريب من 51، بشرط قلنا ما يعطينيش أكثر منه. لازم نتحصل على 51 ولا أقل من 51، فهمنا؟ معناها نبدأ نسير في الضرب 15 و15 30 ما زالت بعيدة، نزيد لها 15 45 ما زالت بعيدة، نزيد لها 15 60 أكبر من 50. أنا شحال نقول معها 4، إذا ندير 3 اللي هي 45، معناها 3 في 15 45، معناها تجيني 3. لاحظ راني صدت الرقمين اللي ضربوا في المقسوم عليه نصيب عدد أقل من المقسوم اللي هو 3. طيب بمجرد ما نصيب الرقم يبدأوا لي مراحل القسمة. أول مرحلة من مراحل القسمة اللي هي الضرب. هذو المراحل لازم نكتبهم في الورقة الأسود ونخدم بهم. المرحلة الأولى الضرب، شنو نضرب؟ نضرب الرقم اللي صدته اللي هو حاصل القسمة في المقسوم عليه، معناه 3 في 15. 3 في 5. 3 في 1، 3 في 1 4. ولاحظ لما ندير عملية الضرب ونضرب حاصل القسمة في المقسوم عليه نكتبها النتيجة، نكتبها فهمنا؟ غادي نكتبها نحبس نروح للمرحلة رقم 2 اللي هي الطرح.
الطرح، النقص، النقص المقسوم من عدد اللي سطوك يضرب. ها نضرب. ملاحظة واحدة أخرى، لما نضرب العدد في المقسوم ونكتب العدد هنايا. لاحظ، لما نكتب العدد نجري عملية الطرح ونكتبوا أحد عشرة على عشرة. لاحظ، بعض التلاميذ يخطئ لما يضرب 3 في 15 يدير 45 هنا. هنا قسمنا 51 برك. مازال ما ضربناش 22. معناها كي نضرب 15 يكتب هنا. فهمنا؟ المرحلة الثانية الطرح، راني في الطرح. 1 ناقص 5 لا أستطيع، أستلف 10، 11 ناقص 5 أرجع الواحد. ملاحظة مهمة، لما نسلف نسلفوا 10 ونرجعوا نرجعوا واحد. طرح 5 ناقص 5 صفر. راني درت الطرح نرجع نحبس. المرحلة الثانية خلاص. شجي دوك المرحلة الثانية. إنزال. اللي هي الإنزال. إنزال ماذا؟ إنزال الرقم الموالي اللي جاي من العدد اللي قسمته. أنا قسمت 51. الآن ننزل الرقم اللي جاي وراها اللي هي الإثنان. ننزل إثنان قدام الستة. إثنان وستة. معناته تولي إثنان وستة. أربعة. 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 ما تقلقش. الآن الآن راح تولي لي عملية قسمة مجدي. راح نقسم 62 على 15. نفس الكلام. معناها 62 شعل فيها من مرة 15 15 15 ولا بمفهوم آخر عندي 62 كراس راح نقسمها على 15 تلميذ شعل يديك كل تلميذ بالتساوي ولا بمفهوم آخر ما هو العدد الذي أضربه في 15 يعطيني 62 ولا يعطيني أقل من 62 قلنا ننتبه لازم يعطينيش أكبر من 62 ورانا درنا مقبول وشفنا بلي 4 15 تساوي 60 الأربعة. يبدأوا المراحل من جديد. أول مرحلة الضرب. 4 في 15. 4 في 5 4 في 1 4 و 1 أو 2 6. خلاص المرحلة الثانية، المرحلة الأولى اللي هي الضرب. نروح للمرحلة الثانية الطرح. نطرح هذا اللي كان عندي باللي صفي. 2 ناقص 6. 6 ناقص 6. خلاص المرحلة الثانية اللي هي الطرح. نروح للمرحلة الثالثة. إنزال. إنزال ماذا؟ إنزال الرقم الموالي اللي يجي بعدها. اثنان نزلناها هنا في ثلاثة. معناته عندي 23. تبدأ المراحل من جديد. راح نقسم 23 على 15. درنا من قبل اثنان، 15 30. أنا تجي غير واحد. يبدأ المراحل من جديد. الضرب. 1 في 15. 15. المرحلة الثانية الطرح ثلاثة ناقص خمسة لا أستلف 10 ثلاثة عشر ناقص خمسة أرجع الواحد أقل أقل منها خلاص إذا خلاص هذا باقي وأنت نعرف وأنت نعرف بلي هذا باقي ولا نكمل كي خلصوا لي الأرقام اللي منها خلاص معناها باقي وزيد ملاحظة أخرى باش نعرف بلي باقي لابد أن يكون الباقي أصغر من المقسوم عليه. هذه قاعدة مهمة نسيناها في القواعد السابقة. الباقي لا قاعدة مهمة لابد أن يكون باقي القسمة باقي القسمة أصغر أصغر من المقسوم عليه. مقسوم عليك او القاسم جيد كيفاش نعرف بلي هذا باقي ولا مازال زيد نقسم 8 صغيره على 15 ما نقدرش نقسمها اذا باقي غير نصيب عدد صغير عليها وخلاصوا لي الارقام بشرط خلاصوا لي الارقام منها معناه باقي وهذا الباقي لابد ان يكون اصغر من المقسوم عليه تخيلوا قالت لي 16 كبيره على 15 نقدر نزيد نقسمها 16 على 15 تساوي 1 واحد في 15 15 يبقى لي واحد اذا لابد في الباقي هذه قاعده نضيفوها القواعد اللي قلناها من الحصه الماضيه لابد ان يكون الباقي اصغر من المقسوم عليه فهمنا طيب نديروا عمليه اخرى مثلا الف ألف وخمسمائة مثلاً وثلاثة وأربعة نفس الشيء هذا المقسوم عليه على خمسة عشر إنه عندنا شيء مهم
قدر. احنا قلنا لابد ان يكون صغير عليهم. بتسوي معنا علاج معنا هو سبع 15 كراس على 15 تلميذ يدو واحد واحد. امنا اذا 15 على 15 واحد. لا لما نصيب الرقم تبدا يبداوا عمليه القسمه. نعم يبداوا المراحل القسمه. اول مرحله من مراحل القسمه الضغط. نبداو بالضغط. ايه سلام جو le livre de français au fond. Et ma cage madame. T'as 5 ou t'as 5 ans? ما كاش هذو هما هذيا اللي طاش تاع الشيخه. ما كاش لو ليفط ولا موش ما ولا من عند التلاميذ هذو اللي فهمت قالت لك من الخزانه ولا من عند التلاميذ. ها راك بهدوله انت راك كاع على هكذا. شو شربتي مع الصباح؟ شو شربتي حليب ولا شربتي والو؟ الانسان كيما ياكلش مع الصباح يجي مطوش. لازم شو شربتي حليب بارد بالقاطع ولا بالخبز؟ اني نتلاقى مع بابك ثلاثة ناقص ثلاثة.
نرجعوا القاعدة اللي قلنا هسه، لا بد أن يكون باقي القسمة أصغر من المقسوم عليه. لاحظ واحد يتوسوس يقول له كيف 13 كاع وباقي أو نزيدوا نقسموها. نعم باقي، لماذا؟ أنا راهي صغيرة على 15. فهمنا؟ راهي صغيرة على 15. إذا كان الباقي أصغر من المقسوم عليه معناها العملية راهي صحيحة. معناها هذه القسمة قسمة غير تامة. 1543 هو المقسوم، المقسوم عليه 15 وقلنا نسميه حاصل. حاصل القسمة 100%. طيب باقي القسمة 13 معناها هذه قسمة غير تامة. ورانا تعلمنا زوج قواعد جديدة ولا ثلاث قواعد، واحدة نسيناها ما كتبناهاش الحصة الماضية، اللي هي لا بد أن يكون باقي القسمة أصغر من المقسوم عليه. طيب قاعدة جديدة تعلمناها، الإنزال يكون مرة واحدة، لا أنزل رقمين متتاليين مرتين، أنزل مرة واحدة. طيب إذا أنزلت وما قدرتش نقسم شندير؟ أضع صفر في الفاصلة وأنزل رقم آخر. فهمنا؟ إذا رانا تعلمنا ثلاث قواعد جديدة ودرنا عملية ونفس الشيء ما ننساش مراحل القسمة. دائما كي دير عملية القسمة نتبع المراحل الثلاثة هذه. خلاص؟ نعم؟ ها تقرا تقرا تبع حكم بشي الضرب وما تكتب الرقم تكتبه دير الطرح تشوف شحال قالت تنزل الرقم الوالي تشوف